السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة متنوعة الضيوف والفقرات من برنامجكم اليومي ترحيب. مساك الله بالخير يا حمد. يا مرحبا يا خالد. يا مرحبا بالنور. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقتنا اللي بنتناول فيها مع ضيوفنا الكرام من الهلال الأحمر القطري وإجراءات الوقاية التي يقوم بها المجلس الأعلى للصحة استعدادا لموسم الحج، إضافة إلى المنح الدراسية التي تقدمها شركة قابكو للكيماويات. نعم، أيضا أعزائي المشاهدين بيكون لنا محطة خارجية مع نديبنا إبراهيم النعيمي من نادي الخور. خلونا نتعرف وياكم على محتواها ولكن بعد شوي إن شاء الله. إذا حمد، اليوم الفقرة يمكن تكون متنوعة ونعرف أن يعني من أهم الفقرات اللي عندنا اليوم يمكن الموضوع اللي يتعلق في الأمور الطبية والسفر إلى الخارج. ونعرف أن الاستعدادات لموسم الحج يعني قربت والشباب ماضيين على قدم وساق إن شاء الله تعالى. الله يكتب لنا وياك إن شاء الله حج. اللهم آمين. لكن إن شاء الله السنة ولا السنة؟ النية موجودة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى إن شاء الله أروح. إن شاء الله تأخذني معك. بدعي لك إذا ما رحت أنت. مشاهدينا خلونا نشوف في شأن خدماتي، حيث افتتحت هيئة أشغال العامة أشغال تقاطعي دحل الحمام والمرخية أمام الحركة المرورية للمركبات، مما سيساهم في انسياب أكثر أمام الحركة المرورية. خلونا نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن افتتاح التقاطعات. تزامناً مع انطلاقة الموسم الدراسي للعام الجديد، تم افتتاح تقاطعي دحل الحمام والمرخية أمام الحركة المرورية للمركبات، وذلك بعدما تم تحويل التقاطعين من دوارات إلى إشارات ضوئية من قبل هيئة الأشغال العامة. والتقاطعان حيويان حيث يربطان بين طرق شريانية رئيسية في مدينة الدوحة، سيسهل افتتاحهما تنظيم الحركة المرورية بشكل كبير، وسيزيد من السلاسة المرورية في الشوارع المرتبطة والمحيطة بهما، بخاصة مع بدء الموسم الدراسي والذي تعج فيه الشوارع بالسيارات منذ الصباح الباكر وحتى ساعات الذروة. وكانت أشغال قد بدأت بالعمل على تحويل الدوارين إلى إشارتين في منتصف شهر مايو الماضي، في حين سوف يتم استكمال الأعمال التجميلية للتقاطعين والانتهاء منها بأسرع ما يمكن وبدون أي إعاقة للمرور. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشروعات الهيئة التطويرية لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز شبكة الطرق القائمة في دولة قطر. وفي سياق آخر، حيث الدعم المستمر لبلادنا ومؤسساتنا الخاصة والعامة لأشقائنا الفلسطينيين، أعلن الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية عن فتح باب القبول والتسجيل لمنح سمو الأمير للدراسات الطبية التخصصية العليا في دولة قطر للأطباء الفلسطينيين. حمد. نعم، للمزيد حول هذا المشروع الذي يعد فريدا من نوعه على مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي، معنا في الاستوديو سيد عادل علي الباكر مستشار الشؤون العامة بالهلال الأحمر القطري، ومعنا كذلك الدكتور منتصر إسماعيل وهو أحد خريجي الدفعة الأولى للمشروع وهو استشاري أمراض القلب والقسطرة. يا مرحبا ومسهلا يا دكتور. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ومسهلا فيكم. يا مرحبا ومسهلا. في البداية ودنا يعني نبدأ معاك أستاذ عادل، لو تعطينا نبدأ عن هذه المنح والمكرمة الأميرية بشأن الطلبة الفلسطينيين اللي خصتهم هذه المنح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاه الله خير سمو الأمير، في 2002 أطلق هذه المنحة، كانت بداية يعني انطلاقة الدراسة هذه. نعم. البورد العربي كان من ضمنهم الدكتور منتصر. نعم. في 2003 بدأت الدراسة. تستمر من 4 إلى 6 سنوات على حسب التخصص. نعم. هي سبحان الله يعني لها أثر كبير جدا، بالذات في منطقة مثل فلسطين. صحيح. وغزة بشكل خاص، لأن بلد محاصر، كل اليوم اعتمد على الموارد البشرية. صحيح. أهم هم يملكونه، ما عندهم. نعم. غير الموارد البشرية، يحتاجون الاكتفاء الذاتي طبعا. فمن خلال تدريبهم وتأهيلهم
أنت تساهم يعني مساهمة كبيرة في العالم. واليوم أنت أقوى سلاح عندك سلاح العلم. نعم. فكانت يعني جزاه الله خير سمو الأمير الوالد في أطلق المبادرة، كانت يعني أتت ثماره لله الحمد، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا الاستشاري الدكتور منتصر، الآن هو طبيب زار في مستشفى حمد في مستشفى القلب حاليا. هذه من مكاسب. غير ذلك أيضا في الضفة استفادوا كثير من الأطباء اللي تدربوا في مختلف التخصصات، وأغلب التركيز كان على طبعا التخصصات اللي هي يحتاجونها لا قدر الله أثناء إذا كان صار في أي عدوان وما شابه ذلك. نعم. دكتور منتصر، يعني احنا بنطلع عن الأسئلة اللي عندنا ونبغى نسألك أول، يعني أنت 2003 تقريبا دخلت أنت في صحيح. حدثنا شوين عن المنحة، عن دراستك، عن أنت الحين ما شاء الله عليك يعني أحد الأطباء. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أشكر قناة الريان على هذه الفرصة. واجبنا. طبعا كوني أحد يعني أفراد المجموعة الأولى المستفيدين من منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد، الله يحفظه. آمين. طبعا في هذاك الوقت يعني كل طبيب خريج جديد فينا كنا في فلسطين كان حلمه هو فرصة تخصص ما بعد البكالوريوس، يعني اللي هي التخصص في أحد فروع الطب. طبعا وكان المحاولات موجودة في الدول سواء الغربية أو أي فرصة تخصص، إلى أن أعلن عن هذه المنحة الكريمة. ما يميز هذه المنحة طبعا هو يعني أنها كانت سابقة في العمل الإغاثي، لم تكن فقط إرسال مواد إغاثية مستهلكة يعني وهو الصورة النمطية لمعظم عمل يعني المؤسسات الإغاثية، بل كانت تعنى ببناء القدرات البشرية. المثل الصيني يقول علمني أن أصطاد ولا تعطيني سمكة، وهذا ما هذا كان فلسفة هذه المنحة، أنه تفضلوا يا مثلا أطباء من فلسطين، كنا موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة في 2003 وكررت الحمد لله بعدين في 2005، ثم حدث توقف بسيط ثم استؤنفت في 2009، والآن ما شاء الله في كمان 10 أطباء موجودين، وفي أعتقد الأستاذ عادل كمان ممكن يأكد لي كمان 10 أعتقد تم الموافقة على قدومهم في المستقبل. فبصراحة يعني الحمد لله كانت زي ما حكيت يعني سابقة في العمل الإغاثي وهو تطوير القدرات البشرية. نعم صحيح. وبحمد الله يعني كنت أحد المحظوظين في أنه حصلنا على البورد العربي والزمالة البريطانية في الباطنة، ثم تخصص في أمراض القلب والقسطرة، وعدنا إلى الوطن الحمد لله. والآن يعني الحمد لله معظم الشباب يعني شايلين جزء يعني مهم من المسؤولية هنا. طبعا أنت القدوة لأنك كنت من الدفعة الأولى إن شاء الله. الحمد لله أنا وزملائي إن شاء الله. إحنا متواصلين معكم في الحوار أو الكلام عن هذه المنحة الأميرية للأطباء الفلسطينيين. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا.